أيمن علي نجوم لمصلحة المنتخب العراقي الذي بدأ بالمشاركة في تصفيات كأس العالم بدءا من عام 74، وأول هدف كان لرياض نوري، والكرة من باسم عباس داخل منطقة الجزاء، لمسة جميلة، هور هور الله، جول يا الله يا الله يا الله، ما أحلى يا الله، ما أحلى هدف عراقي، ما أحلى هدف أول، ما أحلى هدف أول، ما أحلى للمنتخب العراقي، للمنتخب العراقي، وقولوا معاي هدف عراقي أول يا محلى عن طريق هوار. لمسة يونس هي التي سمحت لهوار أن يفتتح التسجيل قبل الدقيقة العاشرة، قبل أن تنقضي الدقيقة العاشرة، هي لمسة، هي لمسة من كبير إلى كبير، وكأنه يريد أن يرد الدين، دين آسيا، عندما مرر هوار وسجل يونس، وجئنا بالكأس، كأس آسيا، واليوم بعد 4 أعوام يونس يرد الدين بلمسة ساحرة إلى هوار الذي لم يتوانى عن التسجيل، وسالم عوض في الباي في الباي باي، وهدف أول، هدف أول، وقولوا معاي يا رب إن شاء الله. طبعا في تصفيات كأس العالم للمنتخب العراقي لم يأخذ التصفيات في المرحلة الأولى طبعا بسبب التصنيف، هو والمنتخب اليمني، كرة خطيرة ليونس، محاولة ممتازة، ممكن أن يمرر، وهدف ثاني، الله، جول يا فنان يا فنان، وكان يا ما كان، كان يا ما كان هدف من أهداف أيام زمان، هدف لا يسجله إلا فنان، هدف لا يسجله إلا على عبد الزهر الفنان، بعد لمسة متقنة بإتقان من يونس محمود قائد الأسود الذي يعود ويقول إن وهدف. لاحظوا كيف أوقف الكرة، خلاص أحمد الصادق خرج خارج الميدان، والتمريرة بكل إتقان إلى علاء عبد الزهر الفنان، وعلاء عبد الزهر 10 على 10، 10 على 10.